حملة جراحية مدتها 8 أيام نظمها مستشفى الأم والطفل بيتي بازا بمشاركة طاقم طبي متخصص من قسنطينة، مكنت العديد من الأطفال الذين يعانون تشوهات خلقية جنسية بإجراء عملياتهم الجراحية مجانا بعد طول انتظار. إن شاء الله نحل مشكلة أكثر من 30 عائلة اللي تعاني من تشوهات جد معقدة وعندها أندلي داتانت راهي تسنى من 3-4 سنوات أو أكثر، عندهم دي زونفون في عمرهم حتى 8 سنوات أو 10 سنوات وراهي تسنى في هذه العملية. حصلنا الشرف أنه جبنا بروفيسور، ربي يقدروا إن شاء الله ونحلوا المشكل هذه العائلات اللي راهي فريمون تعاني. مثل هذه حملات اعتبرها البروفيسور شوتري إضافة نوعية للخدمات الصحية تخفيفا لمعاناة الأطفال. كي نديرو حملة كيما هكا نربحو ما بين 6 أشهر العام في كل حملة نديروها في مدة الانتظار، يعني أي حملة ما تندرش راه زيادة في الانتظار تقريبا من 6 أشهر العام، يعني كل خطرة يتيح لنا المدير ولا الدكتور قتالي يديروا المجهود هذا باش يديروا حملة كيما هكا، رانا نربحو المرضى من 6 ل 9 أشهر في قائمة الانتظار عندنا. هذا من جهة، من جهة أخرى الدكتور قتال مع الفريق تاعها عادوا يديروا عادوا جزء من فريق تاع قسم احنا ستاف ميتي ديسيبلينير، فريق متخصص متعدد الاختصاصات اللي يناقش هذه الحالات ويتخذ قرارات على المستوى الوطني. حملة بعث على إثرها أمل للعديد من الأطفال، فهي ثمرة جهود تطوعية ساهم فيها العديد من الأطقم الطبية، فلكم منهم جزيل الدعاء ومن الله أكرم الثواب.